هذا البيت ما شاء الله تبارك الله سلمونا والله الشيوخ الله يديمها لنا لهم ان شاء الله طول اعمارهم آل سعود وملكهم وللعهد الامين الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز طول عمره رجل مكانه والله الله يطول في عمرهم ان شاء الله على سعود جميعا والشعب السعودي الكريم يطول اعمارهم ويخليه النعمة لهم ولنا إن شاء الله ديمها يا رب حنا في هالبلد في الجنة والله ديم النعمة حنا الشعب البرماويين على ما قالوا جالية البرماوية في مملكة 250 و 240 ألف تقريبا مملكة كلها أكثرهم في مكة الله يسلمك وفي عزالة الحين هنا شويات وإن شاء الله يعطينا مكان الخير الله يديم الله يتغير علينا النعمة الله يطول في اعمارهم خلي لنا لهم يا رب يا شعب السعودي كريم يا آل سعود الحكومه كريمه يا اعطانا الخير يا ما من 60 70 سنه احنا قاعدين في هالمملكه ابهاتنا واجدادنا قاعدين هنا احنا موالدين هنا اي والله حتى الحين عمري حول 60 والله ابوي هنا يقولون 75 سنه هنا جاء هنا أو 70 جاء الله يسلمك مشي يقولون جاها من بورما لا باكستان إيران إمارات يمن مكلة إي والله مكلة بل نجران يقول لك اللوري رماهم في باختمة هناك في البستان في مكة إي والله شيبان يقولون والله ملك بيوت اول ما شاء الله 3 بيوت احنا ملكنا احنا كنا ساكنين الوادي مجرتها المياه الحرم اول حولها ولا في كهرب ولا في شيء الله يديم النعمه تشوف الخير احنا بخير الله يسلمك الله يديم لنا لهم ان شاء الله يا رب يا زين البلد يا زين الجوهره هذا ذهب يا اخوي هذا جوهره والماس وما تعجز توصف انا البلد هذا والله تعجز في هالموضوع كلها